مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم تاني ولسه مكملين، وزي ما قلنا من شويه ان احنا هيكون معانا فقره ثابته كل يوم ثلاث تخص كل ما يخص الكوره سواء على الجانب المحلي او الدولي، واللي هنتناقش فيها بشكل يعني مسترسل مع ضيفنا الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. صباح الفل. صباح الخير يا احمد، صباح الخير لكل متابعي صدى البلد. اهلا بيك في صباح البلد. في البدايه الكلام اللي داير على السوشيال ميديا والاهتمام الكبير بالقرعه الخاصه بالكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا، فانا عايز اعرف من حضرتك ايه توقعاتك للقرعه سواء هنا او هنا؟ طبعا بس في البدايه اكيد بتمنى كل الشفاء للاعبنا احمد رفعت طبعا بعد الموقف اللي تعرض ليه امبارح. موقف صعب. ان شاء الله باذن الله الامور تعدي وخلال 48 ساعه الجايه يبقى الوضع افضل وافضل. طيب نروح للقرعه. اكيد نبدا بالنادي الاهلي، البطوله الاكبر والاهم دوري ابطال افريقيا. اكيد النادي الاهلي على غير المعتاد في السنوات الاخيره بيتاهل كمتصدر وليس كوصيف. اكيد طبعا النادي الاهلي دايما بيسعى للصداره، لكن ربما مثلا لو سالت اغلبيه جماهير النادي الاهلي هتقول لك احنا بنتفائل لما بنطلع وصيف في المجموعه، لان الاهلي بيطلع وصيف في المجموعه بيكسب اللقب في النهايه. النادي الاهلي لما بيطلع متصدر يعني في السنوات الاخيره ما كانش بيحالف الحظ في الادوار الاقصائيه، بس طبعا في الاخر دي تفاوت تشاؤم ملهاش دعوه بالفنيات في الملعب. اكيد السؤال الشاغل مين المنافس اللي الاهلي يتمناه في دور الثمانيه؟ احنا قدام ثلاث اسماء. الاسم الاول هو مازيمبي، الاسم الثاني سيمبا، والاسم الثالث الترجي. اكتر اسم اتمنى الاهلي يبعد عنه هو مازيمبي. يبعد عنه خالص. ليه؟ ماتش لومباتشي انت بتلعب ما بتلعبش قدام مازيمبي بس. بتلعب قدام مازيمبي، بتلعب قدام وجهه نظر شخصيه اي طاقم تحكيم بيروح هناك بيبقى تحت ضغط شديد جدا 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 هناك بسبب الظروف هناك. طبعا اللي راح لومباتشي وعارف طبعا احنا بنتكلم على نادي يرقصه رجل اعمال يمتلك حقول ماس، فلك ان تتخيل طبعا يعني بنتكلم في بادجت في اصفار كتير قوي حقول ماس الموضوع صعب شويه. طبعا الملعب كمان ملعب سخيف، ملعب مازيمبي واحد من الملاعب السخيفه جدا في القاره. هو امتى انا نفسي افهم احنا امتى خصوصا مع النادي الاهلي امتى هنتم بقى الاستغناء على اللعب في الملاعب الافريقيه اللي احنا عارفينها واللعب في توقيتات الساعه 2 الظهر والساعه 3 الظهر؟ لا ما هو خلي بالك كله قانوني، يعني الملعب مدرج من الملاعب الرسميه في الكاف. طبعا مدرج. النهارده مازيمبي من حقه يلعب الساعه 3 العصر حقه، لان الكاف حدد ثلاث مواعيد وهي 3 العصر و6 المغرب و9 بالليل. ولكن ما بيبقاش في نظر مثلا للاجواء، بيبقى اجواء فعلا يعني هو حر اصل هو سنس ان هو اختار ميعاد اوريدي الاتحاد محدده، فانت مالكش حق انك تعترض. طبعا ده ماتش بتاعه، هو اللي بيحدد ظروفه، هو اللي بيحدد الوقت حسب ما هو عايز. فطبعا احنا يعني اتكلمنا في موضوع 3 العصر ده كتير، ان الانديه عارفه اللعيبه المصريين مش متعوده على اللعبة. بيلعبوا وقت متاخر، فلما انت بتبدر انت بتقلب له الساعه البيولوجيه بتاعت الجسم بتاعه، فاكيد انت بتاخد يعني بتستفيد. المفروض يفترض ان احنا بنتكلم في الكلام ده اعتقد من ايام ريني فايلر لما كان مدير فني النادي الاهلي في 2019، فيفترض ان احنا بقى عندنا دلوقتي الخبره في كيفيه التعامل مع مثل هذه الظروف يعني. طب قبل ما ننتقل لنادي الزمالك، بما ان احنا لسه بنتكلم على النادي الاهلي، انت شايف ايه فرص حصول النادي الاهلي على اللقب السنه دي، ولا لسه بدري على ان احنا نقدر؟ لا طبعا البطوله السنه دي فرص النادي الاهلي كبيره جدا. احنا بنتكلم النادي الاهلي اقوى سكواد لنادي في افريقيا، حتى سكواد النادي الاهلي اقوى من سان داونز، يعني دوري ابطال افريقيا احنا بنتكلم الاثنين مرشحين للوصول للمباراه النهائيه خلاص بعد ما يعني يفترض في القرعه يبعدوهم عن بعض الاهلي وسان داونز. الاهلي بس هو مشكلته في دور الثمانيه في وجهه نظري بعيد عن الامور الفنيه وماتش مازيمبي، لكن لو الاهلي لعب سيمبا لعب الترجي فنيا هو عنده افضليه. عنده افضليه كبيره جدا 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 عن هذا الثنائي. فانا اعتقد الدنيا هتمشي كويس بس لغايه لما نوصل لمواجهه الاهلي وسان داونز. هل هتكون في السيمي فاينل ام هيتم ترحيلها لتكون في الفاينل؟ هو ده في وجهه نظري يعني الفريق الوحيد القادر فنيا على التغلب على ان هو يكسب الاهلي، هو ده الفريق. لكن بقيه الفرق فنيا ما عندهمش اي قدره، وبالتالي يلجأوا لامور ثانيه بقى، الملعب، توقيت المباراه، التحكيم وهكذا. لكن سان داونز من الفرق القليله جدا اللي بحس ان دايما هي كعبها عالي على النادي الاهلي، خصوصا في سان داونز مؤخرا. مؤخرا بقى بيعرفوا يلعبوا النادي الاهلي، وكمان مكوينا المدير الفني الحالي للفريق حتى من ايام ما كان مدرب مساعد مع بيتسو موسيماني، وبعد كده هو تحول للمدير الفني، عنده خبره وعنده درايه جيده جدا جدا
بكل يعني طرق اللعب عن الاهلي الدليل ان الاهلي فشل في الفوز على صن داونز في اخر 7 مباريات. وسكور كمان كبير طبعا احنا شفناه بخلاف السكور يكفي ان انت مش عارف تكسبهم، يعني الاهلي مش عارف يكسب صن داونز بقى له 7 ماتشات سواء في ماتش في القاهره او حتى الماتش في بريتوريا، فده رقم سلبي. بس ان شاء الله باذن الله باذن الله ان الاهلي اذا قدر له يعني يقابل صن داونز السنه دي يبقى عنده القدره ان هو يكسر القاعده.